إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول الحق تبارك وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. موضوع دي شما كوي كلان منانين ما عارف شما كلا دون رقيين كيدا كلان زن منانين ألا نجرو فانتاشين تدار يوم عران دي أسر سرو من رحمة الله بعباده سرو كمان دي كنجاد الرحمن سرني سرو ينكرة أن جعل لكل داء دواء كواساو سورو an ja'ala kaman da yace do li kulli da'in kwasa wa sura dawan kurun zo kaman da yace do wa min anfa'i al-adwiya wal-ilajat ar-ruqya ash-shar'iyya bil-qur'an wal-ad'iya al-ma'thura sura awadun no du'a yin galu wa zai suran ranti kam don di ranti ne galu wa zai suran ruqya luran ne shiratet modadun na kinga malayin timonalan shiratet njiratet stinzratet shirakrat ad aw sha satina ba wa a'zamu ruqa 'ala al-itlaq كم قتر رقية انجلو ونزل شما الرقية بالقرآن لورن كامر انت لورن كامر رقية كنتو سورة تيدا تتشاك ساتنا با فهو الشفاء النافع لأمراض الروح والجسد شما شفا دنو فايدة تما رو انتما فايدة تما شفا شفا جن كرون جن او دنو كارون رقوة سادو كارون دانا كوسادو نو كارون دانا كوسادو نو تيلن دانا وصورو فايدة جن بإذن الله إذن كمان دين قال تعالى كمان دين لوران زكمبون وننزل من القرآن دي ساين لورن ما هو شفاء شي شفاء والجن ورحمة كل رحمة والجن للمؤمنين مؤمن نار ولا يزيد الظالمين ظالم مار سرين با إلا خسارا عسرني أو خسرني أو سيرو سرين ما با ومنه الرقية بالفاتحة كل سرك ينكر الحمد لله كم تتكم يو الحمد لله كم تت الحمد لله كم الحمد لله كم ركرون كندتو شر الرقية الحمد لله كرات فقد لدغ رجل من العرب قال عرب شا كلنجي شا زاجي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سادم نكن جمل شرون زان شا كلنجي شا زانو فرقاه أبو سعيد الخدري بالفاتحة فبرئ سيدنا أبو سعيد الخدري شرو الحمد شرو شرو تتشو الحمد شرو تتسنن كم شما دنگانو فرقاه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم كن جيم عليه شاتوتشو وقال ونشر وما يدريك أنها رقية أبي شنيرو ننزو شد رقية ترى أبي شنيرو ننزو الإقرار كن جيم عليه والرقية بالمعوذات أواكت متين كم رتت معوذات فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كن جاي ملاي دي شيء ولزنا إذا اشتكى كت فنجاد دندجا نفث على نفسه بالمعوذات معوذات كلان رتت سين ومسح عنه بيده مسكنزن سمجن والنفث ذفن ميا شما نفخ مع الريق مع ريق خفيف تلي لقنا قنا رتب تب تب أرد شما نفث ذو والمعوذات فانا ما أرد شما ثلاث صور صورايك هي الإخلاص والفلق والناس كل هو الله فلك يا ناس أرد سيما معوذات دي. وتجوز الرقية بشروط رقية جسنا شرتالا شرتاكم أفو يقول تنال رقية جسنا أن يعتقد كسد سشي كسد سكرونزن أن نفعها إنما هو من الله تعالى
faida de kam diyo madaga faida de alaylan ishin alayn no na alayn kararo kasatsuro wa an takuna mafhuma awdun no rukya dur tidin made adan ga kulwara ne na wagade dimi gulmiya awdun no manar ka rukya dur dimin made wa an takuna mafhumatan manar fantin no walz كلمة رونو جملة قول من مار جملة رونو مفهوم الكلام رونو ما نعرف عن تين رونو لا من جنس الطلاسم أود إنه ما نعرف عن تين بابي ما نعرف الكلام رونو تي ما نعرف شركة شركة لا ترى رونو وأن لا تكون بما يخالف الشرع ودي أود إنه الشرع الإسلامي ده قد زنا رونو كالاستغاثة بالجن على من جن لان بنا ما تي جن كان قرنا ما تي فإنها شرك أرمى شرك شرك الأنكرة وفي الحديث حديث لان كراتنا لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا جينا رقى لان آية وبا عليه السلام يقول لنا شركا وزي ما رقى لان آية وبا دا يستدنا لنا واجن دين دا مفهوم المخالف أود أن تودين دين شركا ولا ما دنا لان آية وتودين ويدعو المريض كم دون دين قدج لنفسه كلان زرو على صور متضرعا إلى ربه كمان زرو لفق تمالا كمان زرو لنقرو تمالا كلان زران جد كنا زنزن كلان على رو كلان زران جد كنا زنا أبيماني رو كلان زران كمان زرو فلزنا على صور على شاشة زرو أرى كم دون دين كما فعل أيوب عليه السلام فوتو سينا أيوب يسرنا يدي كمان دي يقول زنا لورانزن وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أدير سينا أيوب يا لا تشورو ساشا الضر يا لزنان كوسا يا لزنان يا ألا كوسا يا لزنان ونيما نجمل توين قالوا ونزر نيما نجمل توين جمل تمان ذا جدا نور نيما ويضع المريض يده جنازة كم دندي ويضع جنازة المريض كم دندي يده مكنزة على موضع الألم نادو نكتف عن جندرو تين من لا كتف من ما نشم در مكوم جناميا ويقول قل زداي كم دي كم دندي دي بسم الله أدا يكروز قل جا ثم يقول قل جن سبع مرات أو فوي مدا قل جن ما أريد دعاء قل جن ما أريد شتلو رو قل جن نام كتف عن جندر مكوز قنادين ألا أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر ألا ينزلو مانغنا قدر أن زنزلو مانغنا شر دون فاين ما رينغنا ما ألا ننزلو مانغنا أريد تلو رو شاقول لي ويرقي الإنسان من مرض من أهله كم دون الصورو يلانزين دون ديزنا كم تتسين ويدعو له شر على صور على شاشة فصورة قالت عائشة رضي الله عنها إيه كراتنا على شعر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قام عليه دول زنا شيء إذا اشتكى منا إنسان صورن دين كم لا دون دجا مساحه بيمينه مسكن ذكم برميشة سمجن ثم قال قل جن أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما عليه قل جن كنت لا يديك من دي بارو دي رب الناس كما أما وش في كما دونو أمسي شفاني نيما شفامو شفاما دوما با شفاما با سي شفا كانم دقيا شفا كدبا شفا دونو كواسا درو كونزون كل جنبا ما ألن أشا شفاني أدي ينقون ويدعو على انقرزا شر على صورو وندوسوي الزائرون الزائرون العوال أم دون إسنا كم دون دي دالي واترو إسنا ما أدي على صور اندرو كم دون دي دروش على صور أدي سير على قرار فهو من أنفع العلاجات كرون رشرة تدين مدين قلو زنكرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كن جاي ملاينو ما من عبد مسلم كن جي فيما مسلم يعود مريضا كم دون دي زي زيارة جن كم دون دي شماري لم يحضر أجله كوزو دا زيرو ولونو فيقول سبع مرات تلو الرشرم أو دعاء قل جاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم عظيم أن يشفيك أرشر قل جاء إلا عوفي سيك من يشرني لواتيا فحرص نين دلمتني يا حرمي مسلم على الرقية الشرعية رقية لنا الشرعية قال له نين دلمتني والأدعية النبوية مداد أنك نجمع لا يصيرنا ما أدن رقية كنت ترى نين دلمتني لوي فإنها أنفع دواء كرون ينقلو فايدة الفايدة جنة جدا نرشمة واعلم نين ونيريا أن الشفاء شي الشفاء رمال إنما هو من عند الله فنك من ديلا كره ألمن كما قال الخليل عليه السلام سيدنا إبراهيم يقول زناي وإذا مرضت فهو يشفين يقول زناي سادون دينجيا شما وشفا جن دينا نفيد شف أو نفيد الشما دي نك من ديلا كره
kaman de inalan kara shi shafa de na kaman de kara da ni ayi da ni ran ni dun goda da kaman de shima da iza wurin nan kara goda min kaman de shima kam don di da shafa jin ala don di mande so maro ne de bace ala bawzana fato jirre ande burzana gawurzo ala kawkuru imani ajirce wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.